السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبائي في درسنا الجديد اليوم، وهو زخرفة السطوح المتجلدة. هنحتاج معانا بعض الأدوات والخامات البسيطة اللي هنشتغل بيها موضوعنا. طبعا لازم الطين دوت عنصر أساسي، في منه طبعا اللون البني زي اللي احنا شايفينه قدامنا، وفي اللون اللي هو الإيه بيكون أبيض. أي واحد فيهم يعني ينفع ويشتغل معانا كويس. هنحتاج شريحتين من الورق علشان نقدر نصنع منهم الشريحة الطينية اللي عايزين نعملها. معانا طبعا رول علشان نفرد بيه الشريحة، وطبعا معانا أي حاجة تكون دائرية زي كده أو كاسة علشان نقدر نعمل منها الشكل المطلوب. وهنحتاج معانا العصا اللي هو المدبب دوت علشان نعمل بيه الخدوش، ممكن كمان نعمل الخدوش بالأداة اللي قدامنا دي معانا، برضو نقدر نعمل من خلالها الخدوش. برضو معانا الأداة ديت نقدر نعمل بيها حز. وتعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه خطوة بخطوة. شايفين، ونبدأ ايه نعجنها بشكل كويس، ونبدأ نجيب شريحتين الورق ونحط ايه ما بينهم القطع الطينية علشان نعمل منها الشريحة. طبعا شوية شوية كده لحد ما ايه تبدأ تتفرد معانا. وبعدين هبدأ أقص الايه الشريحة، بس يعني خليها بشكل ايه عدل. ونبدأ نجيب البرطمان اللي معانا ونلفه الأول بكيس صفرة زي ده. طبعا احنا مش هناخد الحجم ده كله، ونبدأ نلف عليه الايه الشريحة بتاعتنا، الجزء ده بس. ونبدأ نلحم الايه الاطراف في بعض. طبعا كل ده احنا ما ينفعش نشتغل عليها زخرفة لانها طرية لسه ما زالت. طب والاجزاء اللي تحت، الاجزاء اللي تحت ممكن اشيل منها. خلاص، ونحاول ايه نتأكد ان الشكل ايه يتحرك ويطلع معانا علشان لما يجف نقدر ايه نخرجه منها بسهولة. تمام، طبعا هنسيب دوت كده لحد ما ايه ما يبدأ يتجلد. وهنعمل دلوقتي شريحتين تانيين هنحتاجهم علشان نكمل العمل عليه. الحاجات دي بعد كده هنعدلها بالايه بالاسفنج كده. اصبح عندي الشريحتين المطلوبين اللي هنحتاجهم وهنستخدمهم مع الشكل بتاعنا لما ايه لما يجف. هنسيبهم طبعا دلوقتي يتجلدوا، يعني هنسيبهم في جو الغرفة العادي. تمام، علشان ايه يبدأوا يجفوا شوية، مش هيجفوا تماما، يبدأوا بس يتجلدوا يعني يتماسكوا اكتر شوية عشان نقدر نشتغل عليهم. نعم، طبعا الحرف دي كده على خفيف، والسطح كمان بأسفنجة مبللة حاجة خفيفة كده.
وبس بنغطيهم بأي كيس كده خفيف في نفس جو الغرفة العادي بتاعنا اللي هما فيه، ما نحطهاش في تيار مباشر أبدا، ونغطيهم كده ونسيبهم شوية على أساس إن هما يبدأوا يتجلدوا. دلوقتي طبعا الطين أصبحت في مرحلة التجلد. ويعني إيه التجلد؟ يعني هي المرحلة اللي بين الليونة والجفاف، يعني الطين لسه ما جف تماما، هو فقط بس بعض الماء يعني اللي كان فيه، ولا هو طري او لين زي ما كنا بنستخدمه في الاول وخرجناه من القالب. تمام. طيب دلوقتي نقدر نستر عليه ان شاء الله بكل سهولة. قلنا في فرق ما بين الحز وما بين الخدش. الخدش ممكن اعمله بالاداة دي، فابدأ في الجزء دوت مثلا اعمل خدش زي ما انتم شايفين كده بسيط، ده اسمه خدش. الخدش دوت اثره بيكون اثره بيكون بسيط جدا، ضعيف يعني ما له عمق، ولكن الحز هو اللي له عمق وبيكون عمقه واضح واكبر من الخدش بكتير. يعني ده اسمه الخدش اهو. فانا كده عملت خدش للطينة. طيب لو احنا مش عندنا لنفس الاداة، ممكن اي بديل عنها نعمل بالايه الخدش المطلوب. هوريكم دلوقتي بحاجة تانية، دي الاعواد الخشبية. العواد الخشبية ممكن اعمل بيها خدش بسيط زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هنبدأ نعمل رسم بالتحزيز. فهنعمل حزة مثلا وليكن بالمسطرة. طبعا نستخدم الأداة دي ينفع، أو الأداة اللي زي دي كده ينفع، أو ممكن لو مش عندنا ممكن نستخدم سن القلم الرصاص. والحز بيكون زي ما قلتلكم ضغطه بيكون أكتر شوية أو أعمق شوية من الإيه من الخدش. ممكن اعمل حز ايضا بعود الخشب. في ضغط بيكون اعمق شوية. وبنبدأ هنا بقى نعمل زخارف بسيطة عشان نشغل بيها المساحة. بنرسم اهو بالطين، ممكن ترسمهم برضو في الطين بالقلم الرصاص من غير اي مشاكل خالص. ممكن نبل ايدينا بس مية خفيفة ونبدأ ننعم التحشير اللي حصلت دي اللي هي اثناء عملية الحز بمية خفيفة خالص، يعني ايدي بس تطور مبلولة مرطبة حاجة بسيطة بس. طبعا زي ما عملنا هنا هنعمل القطعة التانية زي ما احنا شايفينها قدامنا.
دلوقتي احنا زخرفنا الشريحتين، وهنبدأ بقى دلوقتي يا اولاد نبدأ ايه نثبت كل شريحة على جنب من جوانب الكاسة اللي احنا عملناها او الشكل الخزفي اللي احنا عملناه قدامنا هو ده. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنجيب فرشاة ونبلها مية خفيف ونبدأ في الجنب دوت، نبدأ ايه يعني نمشي المية او الفرشاة على الطين علشان تعطيني ايه زي سائل طيني اقدر الزق من خلاله الشريحة اللي انا ايه رسمت عليها وزخرفتها والزقها في الجسم دوت عشان ايه ما تفك منه تاني. اعمل لها بعض الخدوش، هلزقهم على بعض. طبعا هنسيبها شوية برضو علشان تتماسك اكتر، وهنبدأ برضو في الجنب الاخر هنعمل نفس ايه الموضوع. بعد العمل ما يجف كده بشوية هنبدأ ايه نشيل بقى الايه البرطمان دوت ونشيل الكيس. وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا اليوم وهو زخرفة الاسطح المتجلدة. طبعا احنا دلوقتي عملنا شكل من الخزف شكل جمالي، طبعا ممكن نستخدمه كقطع الديكور في المنزل بعد ما نعمل له شوية تشطيبات بسيطة، او ممكن نستخدمه برضو بشكل نفعي كمثلا مقلمية ونحط فيه ادواتنا. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا منه واستمتعتم بيه. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشيروه علشان الكل يستفيد منه، والى اللقاء بكم في فيديو تعليمي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.